إذا كان موت الخانعين يؤدي بهم إلى أسفل سافلين، فإن موت الثائرين من أجل الحق يرفعهم إلى أعلى عليين. وهذا ما عمله أصحاب الحسين، حيث كان موتهم موت العروج إلى الله والخلود في هذه الحياة والفلاح في الحياة الأخرى. من أبعاد شخصية الحسين أنه كان من رسول الله لحما ودما وموقفا وسمتا وإيمانا، وكان مجسدا للقرآن كله في مواقفه كلها، وكان ينافس أباه عليا في زهده، وينافس أمه فاطمة الزهراء في ظلامتها، وينافس الحسن أخاه في أخلاقه، وكان في زمانه أعلم الناس وأورع الناس وأعبد الناس وأكرم الناس، يكرم الضيف ويمنح الطالب ويصل الرحم وينيل الفقير ويسعف السائل ويكسي العاري ويشبع الجائع ويعطي الغارم ويشفق على اليتيم ويعين أصحاب الحاجات، ولم يصل إليه مال إلا وفرقه، كما تقول الأحاديث والروايات في وصف الحسين. كان الحسين نورا من نور، كان ابن الشمس والقمر، وقد قال ذلك بنفسه: من له جد كجدي في الورى أو كشيخي فأنا ابن الفرقدين. سلام الله عليك يا أبا عبد الله. اشتكى الدين إلى الحسين ضعفه العام، فرأى الطبيب أن المريض على وشك أن يموت وأنه بحاجة فورية إلى الدم، فلم يتأخر في أن يسقيه دمه. وكان الحسين عليه السلام في كربلاء أول طبيب يعطي مريضه من دمه، حيث مات الطبيب ليبقى المريض، فما رأى صبته للدين الحنيف شفاء إلا إذا دمه في كربلاء سفكا، وما سمعنا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلك. ربح الحسين عليه السلام بموته ما خسره أعداؤه بحياتهم، وانتصر الحسين بشهادته بمن هزم به أعداؤه بقتله عليه السلام. فلا أفلح قوم اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق.